والرؤية أيضا اختلف في عمومها وشمولها، فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه إذا ثبتت رؤيته في أي مكان من أنحاء العالم فقد وجب حكمه على جميع أنحاء العالم، وهذا القول هو الذي يعمل به أهل عموم الرؤية، فيرون توحيد رؤية العالم كله، وهو ظاهر المذهب المالكي. ولذلك قال خليل رحمه الله: عم إن نقل بهما عنهما، أي عم الخطاب به سائر البلدان إن نقل بهما، أي بالعدلين والمستفيضة عنهما، أي العدلين أو المستفيضة. وذهب آخرون إلى أنه لكل أهل بلد رؤيتهم، فالعبرة حينئذ بالأمصار والبلدان، فأهل كل بلد لهم رؤيتهم التي تختص بهم، ولا عبرة برؤية من سواهم مطلقا، سواء اتفق معهم في المطالع والجهات أو اختلف معهم. وقد ذهب إلى ذلك بعض الشافعية مستدلين بحديث كريب الذي أخرجه مسلم في الصحيح عن كريب مولى ابن عباس أن أم الفضل أرسلته إلى الشام تستنشز عيدة كان معاوية وعدها بها، فجاء من الشام فسأله ابن عباس فقال: بما رأيتم الهلال؟ فقال: رأيناه بالجمعة وصام معاوية وصام الناس. فقال ابن عباس: لكننا رأيناه بالسبت، فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل العدة 30. هكذا لأهل الشام رؤيتهم ولنا رؤيتنا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يقتضي أن لأهل كل بلد رؤيتهم، لأن أهل المدينة وأهل الشام توقيتهم متقارب وخطهم في خطوط العرض متقارب، فلذلك رؤيتهم إذا اختلفت رؤيتهم فمن باب أولى اختلاف من سواهم في الرؤية. قد قال لأهل الشام رؤيتهم ولنا رؤيتنا. واختلف في هذا الحديث هل معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، أي قال لأهل الشام رؤيتهم ولنا رؤيتنا، أي لأهل المدينة رؤيتهم، أو أن ابن عباس فهم ذلك من قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لأن الحديث غير صريح في الرفع، فقد قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قوله لأهل الشام رؤيتهم ولنا رؤيتنا، فيمكن أن يكون المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل في ذلك فبين أن لأهل كل بلد رؤيتهم، أو أنه حال في الهلال إلى الرؤية فقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته كما روى عنه الناس، وفهم من ذلك ابن عباس أن المقصود رؤية أهل كل بلد، ويبدو أن هذا الاحتمال الأخير أرجح. وقد تكرر هذا النوع من الأساليب في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كقوله لما سئل عن المقيم يعني المسافر يأتم بالمقيم فقال يتم معه تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فهل معنى قوله تلك السنة أنه أن لديه حديثا مرفوعا في الباب، أو أنه هو فهم ذلك من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ وكل ذلك محتمل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن كل عدد من الأمصار تحت حكم أمير واحد فرؤيتهم موحدة، ولا عبرة بما كان تحت يد أمير آخر، وقد ذهب إلى هذا بعض الشافعية أيضا. وذهب جمهور أهل العلم إلى اعتبار اختلاف المطالع والتوقيت، لأن ذلك معتبر قطعا في الصلاة، فنحن الآن على توقيت غرينتش، ولا يمكن أن نعتبر في الصلاة مواقيت مكة مثلا أو مواقيت المدينة، لأن فرق التوقيت بيننا 3 ساعات وفرق آخر فيما يتعلق بأوقات الصلاة يزيد على ذلك. فإذا كان التوقيت مختلفا في الصلاة فكيف لا يختلف أيضا في الصيام، لأن الهلال في الليلة الأولى لا يمكث بعد رؤيته إلا 6 أسباع ساعة ثم يغرب، فإذا كان فرق التوقيت أكثر من ساعة فلا تمكن الرؤية أصلا في هذه المساحة. وهذا القول العبرة فيه
ليست بمجرد اختلاف التوقيت كما يرى الأقدمون، بل يرون أنه إذا تباعدت الأمصار جدا فيكون تباعدها معتبرا، لأن اختلاف التوقيت الآن العبرة فيه بعوجاج خطوط العرض لا باستقامتها، فليس خط منها مستقيما. وأيضا فإن التوقيت يختلف من الشتاء إلى الصيف بقرارات إدارية، وهذا الاختلاف بالقرارات الإدارية لا دخل له فيما يتعلق بالزمان. ومن هنا فقد ذكر أبو عمر بن عبد البر أنه إذا تباعدت الأمصار جدا كخراسان من الأندلس فيعتبر اختلاف المطالع ولا يعم الهلال بالرؤية بين الأمصار المتباعدة جدا، فإذا رأى الهلال في إيران فلا يثبته ذلك لأهل بلدنا هنا ومن كان على خطهم. وإذا اعتبر اختلاف التوقيت فيكون ثبوت الهلال في المغرب والسنغال مثلا مثبتا لنا نحن هنا، وبخلاف ثبوته في الجزائر أو في ليبيا، ففرق التوقيت بيننا وبين الجزائر ساعة، وبيننا وبين ليبيا ومصر ساعتين، وبيننا وبين الحرمين الشريفين 3 ساعات وهكذا، وبيننا وبين الإمارات 4 ساعات مثلا، فيقع الاختلاف في التوقيت فلا يكون ذلك معتبرا. وإذا اعتبرت حدود الدول فهذا أيضا مشكك، لأن الدول قد تكون مساحتها كبيرة جدا ككندا وكالولايات المتحدة الأمريكية التي يقع فرق التوقيت بين شرقها وغربها 5 ساعات تقريبا، وهي مع ذلك دولة واحدة ذات حدود موحدة. فيبقى الإشكال قائما، وكذلك في روسيا فالفرق بين شرقها وغربها، والصين كذلك الفرق بين شرقها وغربها في التوقيت كبير. فالذي يبدو أنه لا عبرة بحكم البلد ونظامه، وأنه لا عبرة كذلك بالاتحاد الخط إذا اختلف التوقيت، والذي ينضبط إنما هو الاعتبار باتفاق التوقيت واتحاده، فهذا المنضبط غالبا ما عدا ما يتعلق بالتوقيت الشتوي والصيفي وتغييره. لكن الخط الذي يسير عليه التوقيت العالمي منضبط، والعلة الشرعية لا بد من انضباطها، ولذلك يعرفها الأصوليون بأنها الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الشارع حكما. فالوصف غير الظاهر لا تتعلق به الأحكام، والوصف الظاهر غير المنضبط لا تتعلق به الأحكام. وتباعد الأمصار جدا ليس أمرا منضبطا، لأن التباعد نسبي، ولذلك نجد من الفقهاء من يمثل فيقول كإفريقية من الأندلس، وبعضهم يقول كخراسان من الأندلس، والفرق شاسع بين إفريقية وخراسان، فإفريقية هي تونس، وخراسان أرض أفغانستان وبعض إيران وبعض باكستان، فهي أرض بعيدة جدا من هذا التحديد. ومن هنا فالذي أراه أن العبرة باختلاف التوقيت فهذا أولى ما يمكن الاعتماد عليه في هذا الباب. ولا يثبت الهلال بمن ليس أهلا للشهادة كالمجروحين والمسخوطين، ولو تعددوا إذا أمكن تواطؤهم على الكذب، وقد جرب في بلدنا أنهم في بعض الأحيان يتواطؤون على الكذب فيخبرون بعض من لديهم تسرع من القضاة بذلك فيحكمون بثبوت الأهلة من غير مراجعة، وقد يرجعون عن الشهادة فيما بعد. وقد حدثني بعض العدول أن ذلك قد حصل في سنة من السنوات، وكان عضوا في لجنة الأهلة في مصر، فحكم بشهادة شخصين ولم يعدلا، وإنما وثق بهما في ذلك الوقت، ثم بعد ذلك رجعا عن شهادتهما وأنكراها.
بعد الحكم. فلذلك لا بد من التثبت فيما يتعلق بالإثبات. واليوم بوسائل الاتصال أصبح بالإمكان معرفة حال الشهود وأيضا الاطلاع على شهاداتهم، فوسائل الاتصال اليوم تغطي أكثر مناطق العالم. والذي أرى أنه يمكن أن تقام لجان مشتركة في كل دول من الدول الإسلامية يجمعها توقيت واحد فتنسق فيما بينها، فإذا ثبت في بلد من البلدان رؤية الهلال وكانت البلدان الأخرى التي هي معه على نفس الخط والتوقيت تعمل بذلك الثبوت. وكذلك لا بد من التشدد فيما يتعلق بتزكية الشهود ومعرفة عدالتهم.